مبادرة سميتها شبيكة. احنا الجمعية بحريت حاولنا نبتكروا ونديروا واحد الكتو اللي هي تتقدر تعاون المصطفين او الناس اللي تهتموا بالمجال البيئي باش يحافظوا على البحر. علاش؟ حيت في البحر كاين واحد النفايات اللي انت ولا انا ما تنشوفوهمش، اللي هما تيكونوا مردومين في الرملة، وبعد المرات تتوقع لينا، كلنا وقعت لينا، تجي تتجري تعفط على شي جاجة ولا شي حق السرديل ولا فهمتي. دابا هادي تجي تحيد داكشي اللي كاين في الرمله، وسخطو نفايات صغار اللي الايد ما تقدر تجمعهم. علاش اختاريتي بالضبط مدينه اسفي؟ حيت اسفي عزيزه عليا، تنجي ليها من 91 كنت تنجي لسورفي في راس الفعا، ولاحظت بان اسفي عندها الامكانيات ديال المدن كبار ديال المغرب، عندها مدينه قديمه اللي احسن من مراكش، عندها التاريخ اللي ما عند حتى شي مدينه، عندها احسن موجه في المغرب، عندها فهمتي واحد المؤهلات اللي تنتمنى انا من هنا لقدام نبدا نشوفوا السياح المغاربه يبداو يديروا فهمتي لي فاكونس ديالهم، يجيو هنا يقضيو العطله ديالهم في مدينه اسفي. نقدروا نشوفوا شي فيستيفال ديال السيرف هنا في مدينه اسفي؟ درناه صاحبي، درناه لا يتعاود انه شحال ما لا درناه في 2023 و24 كنا تنتسنى في رمضان، وكانت الحمد لله واحد النسخه الاولى كانت ناجحه، نجاح 100% بالطبيعه، وبقينا تنتسناو الموجه، والموجه مازال ما جات، ونتمنى فينا ترجع هذا العام ونعاود نديرو، حيت كما قلت لك المؤهلات ديال اسفي في مجال السيرف رائعه، كاين الناس تيضربوا 24 سويع في الطياره باش يجي يسيرفي لك نهار واحد. دونك داكشي اللي بغينا حنا نشوفو من هنا لقدام، ونشوفو الشبان ديال اسفي فورمي في اسفي يزيدوا لقدام، وكما شفنا رمزي بوخيام في الاولمبيات مثلنا شرفنا، علاش لا نشوفو شي بطل في الاولمبيات من اسفي تيمثل. اليوم في برنامج صيفوك بشراكه مع برعايه اسمنت المغرب وبشراكه مع المؤثر عبيد، عندنا حمله وطنيه واللي بدا افتتاح ديال اليوم انطلاقا من شاطئ مدينه اسفي، سميتها شبيكه، اللي الهدف منها نجمعوا الازبال في الشاطئ، ونظمنا من خلالها مسابقه اليوم بشحال من واحد، اللي الهدف منها نجمعوا الزبل داخل الشاطئ ياك، ومن غيساليو هاد المشاركين هادو غير يربحوا في واحد الجائزه رمزيه مقدمه من اسمنت المغرب. وكيف ما لاحظتوا اليوم وشفتوا الاجواء ديال المسابقه دازت الحمد لله في ظروف زوينه ومزيانه، ولاحظنا اقبال وزوار ديال الناس باش يشاركوا في هذه المسابقه. كذلك هذه 4 أيام ولا 5 أيام نظمنا حمله اخرى برعايه ديال اسمنت المغرب بشراكه مع جماعه اسفي والجماعه الحضاريه وعمله اسفي، اللي فرقنا سيكان في مدخل ديال باب الشاطئ، اللي هدف منها اي زائر يدخل الشاطئ يجمع الزبيل ديالو ومن يسالي يجي يحطو في الحاويه ديالو. ومن نسالينا قدمنا واحد جوائز رمزيه باش تخلوا بنادم نحفزوه يجمع زبل، والهدف من هذه الحمله التحسيسيه والرعايات اللي كنديروا هو تخلي بلاصتك نقيه وبحر بدون بلاستيك.